أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شاهدتم أو كما طلعتم أو كما رأيتم في عنوان هذه الحلقة، عنوان هذا مخصص لفئة الشباب، يعني الشباب وهو أهم فئة أو أهم شريحة في كل الأوطان في كل العالم. الشباب إذا صالح الشباب صالح المجتمع كله، اتفقنا؟ إذن موضوعنا موضوع هو لماذا أعيد السؤال، لماذا المهلوسات، لماذا المخدرات، ولماذا كل هذه الكحول، ولماذا كل هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة؟ لماذا؟ يعني فكر، أنت إنسان، أنت شاب، تاجان قاري ما شاء الله، تاجان رجعي للدنيا، يجب أن تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل أن تجرب هذه المهلوسات اسأل نفسك، هل فيها فائدة؟ هل فيها إيجابية؟ هل فيها أمور تنفعني؟ هل فيها أمور تنفعنا يوم القيامة؟ لا والله، أنت ابحث، طالع الكتب، طالع الانترنت، وابحث على خطورة هذه المهلوسات او خطورة هذه الكحول او شيء من هذه او شيء من هذا القبيل. اقول اتفقنا، اقول هذه الامور خطيرة جدا. رجاء، انا نصيحتي لكل شاب سواء كان جزائري سواء كان من مختلف الدول العربية، انصحكم بتفادي هذه الامور، اتفقنا؟ الأموال التي تصرف على هذه المهلوسات أو هذه الأمور التي قد تودي بحياتكم، اصرفها في أمر آخر يعود عليك بالإيجابية، يعود لك يعني بأمر فيه فائدة. في سورة البقرة الرقم 195، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ربما لم أعرف أن أنطقها، اعتمد على موقع ابن باز رحمه الله. إذن الشرح للآية مفهوم، أنت هناك تهلكة، أنت ذهبت إليه، هذا شيء فيه مضرة لصحتك، أنت ذهبت إلى ذلك الشيء، خمر حرام، المهلوسات، التدخين حرام، أنت ذهبت إلى هذه الأمور، اسأل نفسك. بل تمتد آثارها لتسبب أضراراً اجتماعية واقتصادية تتمثل في زيادة معدلات الجريمة وسوء الحالة الاقتصادية وانتشار الأمراض المعدية والانهيار الأخلاقي، كما تتسبب في زيادة الحوادث المرورية وعدم وجود العمالة الماهرة. وأنا أريد أن أتحاور مع كل شاب إلا قال لي أن هذا الأمر فيه فائدة، أنا سأتحدى، اتفقنا؟ لذلك أنا أنصح كل الشباب التوقف عن هذه الأمور التي فيها، يعني قلت، فيها ضرر لصحتكم وفيها خطورة على حياتكم، لأن الطريق هذه طريق قصيرة. غالبية الشباب لما يتعاطون هذه الأمور سيتم القبض عليهم والسجن سيكون بيتهم، ونحن لا نريد هذا الأمر لكم، بل ننصحكم. أنتم خاوحي، أنتم خاوتنا وإحنا خاوتكم، ننصحكم. وإذا ما لقيتوا شكون ينصحكم رانا هنا نعطيكم الطريقة، نعطيكم الدليل، نعطيكم قصصات حول طريقة تفادي هذه الأمور التي تودي بحياتكم الشخصية، حياتكم الاجتماعية، حياتكم المهنية، حياتكم كلها، إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الفيديو، فقط كانت نصيحة في عجالة للشباب، طالعوا هذه الأمور وادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو اسألوا إمام، اسألوا أستاذ، اسألوا معلم، كيف أريد أن أقلع عن هذه العادة، أو كيف أريد أن أقلع عن هذه الآفة الاجتماعية الخاطئة. أنت بدأت في هذه العادة أو بدأت في هذه الآفة، يجب أن تتوقف الآن، وليس غدا، وليس بعد غد، وليس بعد لحظات، الآن تتوقف، لأنك شاب وتستطيع أن تمارس الرياضة، وتستطيع أن تملأ وقتك، وتستطيع أن تفعل أمور إيجابية أحسن من تلك الأمور التي قد تودي بحياتك. إذن كانت هذه نصيحتي لكم اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته، ولا تنسى دعمنا باللايك، ودعمنا بالتعليقات كذلك في أسفل هذا الفيديو.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.